طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من منصة البث المباشر. نرحب بحضراتكم طلبة الصف الثالث الثانوي الجغرافيا السياسية العام الدراسي 2021-2022. حصتنا الأساسية واستكمال العمل طلابنا الأعزاء في الدرس التمهيدي في الجغرافيا السياسية، يسعدنا أن نقدم لكم هذه الحلقة الأستاذ أيمن رضا من محافظة القليوبية، ومعكم الأستاذ عزيز ويصة من محافظة دمياط. أهلا طلاب الأعزاء، ما زلنا في مجموعة من الحصص المتتالية المترتبة ترتيبا منطقيا بحسب كتاب المدرسة، الدرس التمهيدي لمادة الجغرافيا السياسية ومفهوم الجغرافيا السياسية والفرق بين الجغرافيا السياسية والخريطة السياسية. اتكلمنا على نواتج التعلم يا أولاد في الخريطة السياسية وبعض عناصر ومفردات العمل. تحدثنا على مدار ثلاثة حصص سابقة في مشهد أتقننا تماما أن هناك تغيير في الركن الشمالي الشرقي بالنسبة للعالم الذي يمثل الركن الشمالي الغربي بالنسبة لآسيا، الذي يمثل الركن الجنوبي الغربي للاتحاد السوفيتي. شايفين الثلاث نواتج دول يا أولاد؟ مهمين قوي. لقد تغيرت خريطة العالم السياسية بظهور دول واندماج دول. يلا نعمل سؤال كده، إن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت عديد من الدول أكبرها على الترتيب روسيا الاتحادية يليها كازاخستان. أي الحدود التي تغيرت في روسيا الاتحادية؟ الشمال والشرقي؟ الشمال والغربي؟ الجنوب والشرقي؟ الجنوب والغربي؟ بتدقيق المعلومات يا شباب ومحددات الشرح، روسيا الاتحادية التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد كأكبر دولة ذات مساحة على مستوى العالم لم تتغير حدودها الشمالية والشرقية. ناخد سؤال كمان. بالنظر إلى خريطة القارة الآسيوية، إن أكبر الدول التي تغيرت حدودها مع الدول المنهارة من الاتحاد السوفيتي أو مع الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، فإن أكبر الدول هي دولة مين؟ أيوة، الصين. طيب سؤالي بقى، أي الحدود تغيرت في الصين؟ أكثر الحدود التي تغيرت في دولة الصين هي الحدود الغربية، حيث ظهرت أربع دول. شايفين أولاد تدقيق المعلومات في المساحات الصغيرة هنا؟ كلمنا كمان يا شباب بكيفية التغيير والآثار المترتبة. خريطة العالم الآن كيف كانت؟ كيف أصبحت؟ سكرين شوت يا شباب ونعمل المقارنات. تحدثنا في مفاهيم متعددة وبعض الأسئلة اللي تركناها لحضراتكم على مفهوم الجغرافيا وتطورها. انتهينا في رحلة جميلة مع زميل الخلوق أرسطو ابن خلدون فريدريك رادل. الآن نترك الميكروفون أستاذنا الغالي أيمن، أهلا بيك في وصف دقيق لمجالات الجغرافيا السياسية ونواتج منظمة، بننتظر حضرتك، تفضل زميل العزيز. نتيجة التطورات اللي مر بها علم الجغرافيا السياسية على مر العصور وعلى مر السنين، إيه اللي حصل؟ أثر ذلك على المجالات. يعني أنا دلوقتي لما أجي أبص على، كان عندي مجالات للجغرافيا السياسية قديما، واحد دراسة الوحدات السياسية اللي هي الدولة. طيب أنا بتكلم عن المجالات القديمة يا مستر. طبعا بنتكلم عن المجالات القديمة. طيب اتنين، دراسة العلاقات السياسية بين الدول، علاقات الدول. ثلاثة، دراسة المشكلات السياسية. طيب تمام، دي كانت المجالات القديمة بالنسبة للجغرافيا السياسية. تمام،
طيب ايه المجالات الحديثه؟ لاحظ بقى بسرعه بقى معايا، نتيجه للتغيرات السريعه التي شهدها العالم خاصة في أوائل القرن العشرين، كلنا هنا يقصد مستر عزيز إيه؟ الحربين العالميتين الأولى والثانية وما نتج عنهم، تمام؟ بداية هذا القرن اتسعت مجالات الجغرافيا السياسية لتشمل. إحنا هنعد المجالات، أنا عندي ثلاثة قدام وثلاثة جداد، ثلاث مجالات قديمة وثلاث مجالات حديثة، ولكن مجموعهم يا مستر عزيز خمسة. ازاي يا مستر؟ ازاي انت بتقول لي ثلاث مجالات قديمه وثلاث مجالات حديثه وترجع تقول لي ان مجموع المجالين خمسه؟ طب ازاي؟ ان في وجه شبه بين مجالات الجغرافيا السياسيه قديما ومجالات الجغرافيا السياسيه حديثا، اللي شهدت خريطه العالم السياسيه العديد من المتغيرات نتيجة التغييرات السريعة التي شهدها العالم خلال أوائل القرن العشرين. أعتقد مستر أيمن باستفاضة في حصة الأمس، حقيقي احنا استفدنا كلنا منه، إزاي أقسم القرن وإزاي أقول يعني إيه بداية قرن ومنتصف قرن ونهاية قرن. صدقوني يا أولادي المعلومة دي هتفيدكم جدا جدا في عدد من أسئلة مادة التاريخ، لأن أكيد في بعض الأسئلة تخص اللغة التاريخية والكتابة الوقتية. إيه هي المتغيرات اللي ارتبطت بأواخر القرن العشرين وبداية القرن اللي احنا عايشين؟ اتسعت المجالات، طب بتتمثل في إيه؟ خد من الخريطة السياسية أول ما بدأنا إن انتهى الصراع الأيديولوجي بين الكتلتين الشرقية والكتلة الغربية، وبالتالي في سيطرة لأسلوب اقتصادي جديد هو النظام الرأسمالي، ده متغير شفناه. سقط عنصر التوازن الدولي، اختل التوازن الدولي، العالم من خلال قطب واحد هو القطب الغربي، ده متغير جديد اللي أدى وجيش أمريكا إنها تدعو إلى نظام عالمي جديد تكون السيادة فيه شبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية. مستر عزيز وقف عند فكرة المجالات الجغرافية السياسية اللي انت بتدرسها هي المجالات الحديثة. المجال الأول وهو مجال الدولة، الدولة كمجال لدراسة الجغرافية السياسية. حضرتك بتدرس ايه في الجغرافية السياسية؟ بتدرس المقومات اللي هي الطبيعية، من مساحة، من أرض، من مساحة أرض، من حدود، تدرس المقومات اللي هي الطبيعية بالنسبة للدولة، مكوناتها الداخلية والتي تتمثل في السكان والموارد ونظام الحكم، تقدر تقول ومقوماتها البشرية وتمتعها بالسيادة. يبقى أنا بدرس هنا دراسة الدولة في المجال ده، بتدرس ثلاث حاجات زي ما أنت قلت، تدرس الدولة كمجال دراسة الجغرافيا السياسية. في مجال الدولة بندرس إيه يا مستر؟ بندرس الخصائص الطبيعية للدولة، موقع، مساحة، تضاريس، مناخ، موارد. بتدرس الخصائص البشرية للدولة، السكان، الأنشطة الاقتصادية، السياسة العامة للدولة، علاقاتها الخارجية، تأثيرها، تحليل قوة وضعف الدولة في ضوء خصائص الطبيعة. في ضوء خصائص الطبيعة هو ده التحليل الموضوعي اللي مستر عزيز امبارح قاعد يأكد لي عليه. يعني اما اقول احلل في ضوء ايه؟ انا اديتك معطيات، فلما اديتك معطيات اقدر اسالك واقول لك هنا الدوله قويه ولا ضعيفه، هنا الدوله انت تقصد بيها ايه. فاذا هنا بنقول ان المجال الاول وهو مجال الدوله، حضرتك بتدرس كل ما هو متعلق بالدوله، تدرس الخصائص الطبيعيه، المقاومات الطبيعيه، تدرس الخصائص السياسيه البشريه للدوله، تدرس سياسه الدوله العامه طبعا وعلاقاتها الخارجيه، بتبدا تعمل عمليه تحليل لقوه او ضعف الدوله في ضوء الخصائص اللي تم دراستها. طيب هل ده يتعارض مع الهدف الثاني على طول؟ مستر عايز هيقلب للشريحة على طول كده، هل ده بيتعارض مع المجال الثاني؟ طيب هو المجال الثاني ايه يا مستر عزيز؟ قال لي المجال الثاني هو مجال التحليل السياسي للقوة. التحليل السياسي للقوة، انا هنا هيحضرني مثال قلناه انا ومستر عزيز وبنكرره ان شاء الله وهنكرره معاكم في المراجعات كتير قوي. المجال الاول مجال متفرق، بتدرس حاجة واحدة، بتدرس الدولة. المجال الثاني بيدرس اثنين متصارعين. يرتكز دور الجغرافيا السياسية في هذا المجال على دراسة الأبعاد الجغرافية للصراع بين القوى المتنافسة.
هو مين فين أين يوجد هذا المسرح السياسي العالمي؟ العالم، الأرض البسيطة، يعني الأرض اللي احنا عايشين عليها هو ده المسرح السياسي العالمي. إذن التحليل السياسي للقوة هذا المجال مجال بالغ الأهمية في العصر الحالي، مجال وظهرت قوته جدا في فترة الصراع الأيديولوجي. يبقى أنا بقول المجال ده يعني مجال مهم جدا. تحليل السياسي للقوة يرتكز دور الجغرافيا السياسية في هذا المجال على دراسة الأبعاد الجغرافية للصراع. يعني أنا عندي قوتين متصارعين، أنا عاوز أحكم مين من القوتين الأقوى، مين من القوتين الأفضل، فأنا هنا ببدأ أشتغل على المقومات المتاحة بالنسبة لي. طيب في المجال الثالث، اتفضل يا مستر. أنا في السطرين دول طرأ في ذهني سؤال جميل جدا، بس ممكن ولدنا يتأنوا في الإنصات ويدونوا ورايا؟ ففي الحقيقة أنا عندي سؤال عجبني قوي في الجزء ده. زي ما أكد زميلي الفاضل مستر أيمن، فعلا إحنا عايشين في مسرح كبير عليه مسرحية كبيرة قوي، وكل واحد له دور، صح؟ أيوه فعلا. ولذلك تلاقي دور البطل بيميل إلى الدول القوية، والكومبارس البسيط اللي هي الدول النامية، ورحلة صراع مستمرة. سؤالها كالآتي، اختر الإجابة. ندقق النظر كده أولادنا وما تساعدش حد يا مستر أيمن، اختر الإجابة. تدخل دراسة الأبعاد الجغرافية، الجملة قدامك اهي مش كده، تدخل دراسة الأبعاد الجغرافية وأثرها على قوة الدولة ضمن مجالات، أكرر تدخل دراسة الأبعاد الجغرافية وأثرها على قوة الدولة ضمن مجالات، واحد التحليل السياسي للقوة، الجغرافيا السياسية، صراع القوى المتنافسة، علم الجيوبوليتيك. أكرر، تدخل دراسة الأبعاد الجغرافية وأثرها على قوة الدولة ضمن مجالات، علم الجيوبوليتيك، صراع القوى المتنافسة، التحليل السياسي للقوة، الجغرافيا السياسية. في عشات ناس كتبت ايه على طول يا مستر ايمن، استعجلوا قوي وكتبوا التحليل السياسي للقوه. لا 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 يا فندم، وشايف ناس كاتبه صراع القوى المتنافسه. طب اقرا عنوان الجمله اللي مستر عزيز قالها لك، لما يقول لي تدخل دراسه الابعاد الجغرافيه للصراع يبقى في قوتين متنافستين عليه، لكن هنا بقول لك تدخل دراسة الأبعاد الجغرافية وأثرها على قوة الدولة، يعني داخل الدولة اللي حضرتك تقطنها. يبقى في منتهى البساطة الإجابة هتكون الجغرافيا السياسية. الطالب أو الطلبة اللي عمالين يسألوا هي إيه التغيرات؟ طيب ممكن حضرتك ورقة وقلم وتكتب لي بعض التغيرات اللي هتشوفها وهتقابلها بقوة كمان في بقية المنهج؟ طيب من بعض التغيرات، من بعضها يعني، مش الكل، مش هنقول كلها، انهيار الاتحاد السوفيتي تغير، تفكك حلف وارسو تغير، سقوط يوغوسلافيا تغير زي ما قال لنا مستر عزيز، انتهاء الصراع الايديولوجي تغير، انتصار القوى الراسماليه تغير، سياسه القطب الواحد تغير. يعني احنا مش عاوزين نسبق بالاحداث لان قدامي مجموعه من الاسئله كلها يعني كلها كده انا شايفها هتقابلنا قدام، زي ما المقصود بالمورفولوجي، ما المقصود بالديموغرافي، ففي بعض الاسئله طبعا هنبدا نواجه يعني ايه نقدر نقول ايه تخليها معاك لوقتها عشان بس الوقت عشان نقدر يعني نفرد الدرس بقوه. يبقى عرفنا بعض التغيرات، فعلا بعض التغيرات زي ما قلنا انهيار الاتحاد السوفيتي، تفكك حلف وارسو، سقوط يوغوسلافيا، انتهاء الصراع الايديولوجي، انتصار الراسماليه، سياسه القطب الواحد، يعني حاجات كتيره ظهرت مع اواخر القرن الماضي، اواخر الالفيه الثانيه، نقولها بكذا طريقه وكلها بمعنى واحد. طيب المجال الثالث عشان الوقت، لان احنا ملتزمين بوقت طبعا ووقت الحصه يعني محدود، هو مجال بالغ الاهميه ايضا، الا وهو النظام العالمي وما ينتج عنه من متغيرات. سياسه النظام العالمي وما ينتج عنها من تغيرات ومتغيرات. خلي بالك بقى، هو مستر عزيز قال لي ايه وبيشير ايه، يعني مستر عزيز بعد اذنك كده دايره باللون على اللون الاخضر اللي انت كاتبه، يعد هذا المجال بالغ الاهميه. طيب ركز معايا كويس كده،
مستر عزيز قال لي ايه؟ بدأ لي يعني الجمله الافتتاحيه لشرح هذا الجزء بيقول لك ايه؟ يعد هذا المجال بالغ الاهميه. طب ليه؟ التغيرات السريعه، تاني يا مستر، تاني وتالت ورابع. كلمه التغيرات لو انت جبت ورقه وقلم وشفت كلمه تغيرات قابلتك في الدرس التمهيدي كم مره هتلاقيها قابلتني كتير. يعني معنى كلامي ايه؟ ان ده شيء مهم جدا، وباذن الله لما تفهم معايا الدرس التمهيدي بقوه يبقى ده هيساعدك جدا في اللي جاي. طيب التغيرات، التغيرات السريعة التي يشهدها النظام العالمي خلال السنوات الأخيرة، وهي اتجاه القوى الرأسمالية العالمية نحو الهيمنة والسيطرة. مستر عزيز هتعبك معايا، علم لي على الهيمنة والسيطرة، دايرة على الهيمنة والسيطرة بعد إذنك، دايرة كبيرة كده على الهيمنة والسيطرة. طيب كلمة الهيمنة والسيطرة يعني أنا عاوزك تركز معايا كويس عشان نستنتج بعض نواتج تعلم في هذا المجال. الطالب خلوق المحترم كتب جملتين، السؤال الأول قال ما معنى القوى المورفولوجية؟ ممتاز، أنت طالب شاطر جدا، واضح أنك مذاكر جزء كبير وسابق في المذاكرة. القوى المورفولوجية هي أحد عناصر قوة الدولة المرتبطة بالشكل والمساحة، زي ما نقول القوة الديموغرافية هي أحد عناصر قوة الدولة من جهة السكان. السؤال الثاني قال لي يا مستر هو الدرس التمهيدي مهم؟ أنت هتخليني نزعل منك كده. عارفين يا ولاد الجملة الإنجليزية essential past، وحضرتك تنفع تطلع الدور الأول والثاني من غير ما تبني الدور الأرضي ومن غير ما تبنيه كمان بإيه؟ بقوة. لأن عارفين يا ولاد المستر أيمن لسه من دقيقة شارح إن عناصر الدولة كذا وكذا وكذا، العناصر دي هم الأربع دروس الأولى للوحدة الأولى. طيب هو ينفع ندخل كده؟ لا. نرجع لموضوعنا مستر عزيز. مستر عزيز علم لي بقوة على كلمتين، وعلم لي على كلمة الهيمنة والسيطرة. طيب ركز معايا، القاسم المشترك بين النظام العالمي والجيبوليتيك الهيمنة والسيطرة. ممتاز. يعني شوف بقى حضرتك الكلام الرائع ده، اكتبوه يا ولاد. احنا هناك مستر عزيز امبارح واحنا بنتكلم كنا بنتكلم عن الجيبوليتيك، ومستر عايز قال لي القانع والطامع، وانا قعدت اقول اللي بيبص لقدام واللي بيبص تحت رجليه. قال لا، يبقى حضرتك قدرت تطلع لي ناتج تعلم مهم وخطير، الا وهو ان القاسم المشترك بين العولمه والنظام العالمي، خلي بالك من الكلمه، لسه انا ما شرحتش لحضرتك النظام العالمي، بس انا لفت نظري وانا بشرح كلمه هيمنه وسيطره، على طول ربطتها بالامس بكلمه ايه؟ الجيبوليتيك. يبقى اذا هنا بيقول، وهنربطها تاني يا مستر عزيز بس ان شاء الله في الدروس القادمه يعني نقدر نقول كل في موضعه. طيب هي الهيمنه والسيطره على ايه؟ على مقدرات وموارد دول العالم الثالث. يعني انت تقدر تقول ايه؟ كلنا نفتكر مثلا الشعار اللي ظهر في فتره حرب الخليج، النفط مقابل الغذاء. شعارات تانيه كتيره، هو تدخل الدول الكبرى في المنطقه، الهدف منها ايه؟ السيطره على مقدرات وموارد العالم الثالث. اذا هذا المجال الا وهو النظام العالمي وما ينتج عنه من متغيرات يتميز بالشموليه. وبرضه بكرر عشان قلنا امبارح شموليه وعالميه كانت موجوده بالظبط تحت جدول المقارنه ما بين الجغرافيا السياسيه وجمولاتها. تعال نميز بينها وما بين كلمه ان النظام العالمي يتميز بالشموليه. هذا المجال اللي هو مجال النظام العالمي وما ينتج عنه من متغيرات يتميز عده مجالات فرعيه. الله الله الله، استنى كده يا مستر عزيز، يعني حضرتك بتقول لي انا عندي ثلاث مجالات اساسيه للجغرافيا السياسيه، بتبدا تعمل لي خريطه ذهنيه واخد من المجال الثالث وافرع بقى اكتر من فرع. يبقى اذا هنا بتقول ايه؟ في مجالات انت قلت عليها مجالات اساسيه للجغرافيا السياسيه، راح مشاور لي على طول مستر عزيز عشان بيقول لي ايه؟ لسه للكلام بقيه. التكتلات الاقتصاديه والسياسيه، يبقى انا بعمل تكتل اقتصادي زي السوق الاوروبيه المشتركه، زي هنبدا ندرس درس كامل عن التكتلات. هنا بقى اثبت لك زي ما مستر عزيز قال من شويه، انا عندي جمله ارتبطت بالوحده الاولى اللي هي الدوله، وجملتين ارتبطوا بالوحده الثانيه اللي هي الحدود، وادي جمله ارتبطت بالتكتلات والاحلاف، وجمله هترتبط بالنظام العالمي. اذا ارجع تاني واكرر لي حضرتك ان اهم درس في المنهج هو الدرس التمهيدي. الاحلاف العسكريه، الاحلاف العسكريه، الاحلاف العسكريه مثل حلف شمال الاطلسي اللي هو الناتو طبعا، وفي احلاف انتهت هنعرفها برضو في موضوعها.
العولمة. العولمة هي نفسها كلمة النظام العالمي. شوف مستر عزيز وجمال كلامه، يعني العولمة هو النظام العالمي. خلي بالك احنا ممكن هنا ايه ما بنعرفش نرسم، بس انا ممكن ارسم لك سمكة كبيرة، حوت كبير يلتهم السمك الصغير. طب لو في سمكة سامة هيتجنبها. عارف اللي هقصد ايه؟ اصبر عليا واقول لك اقصد ايه. ظاهرة العولمة او ما يعرف بالنظام العالمي ظهرت بوضوح من منتصف التسعينات من القرن العشرين، تاني القرن والعقد كما قال مستر عزيز من لحظات. اواخر القرن العشرين يا جماعه، ما هو التسعينات يعني النص الثاني او اواخر القرن، يعني شوف انطبق عليها كلمتين، تسعينات نص ثاني، الجيل الاخير من القرن العشرين. طبعا زي ما قال مستر عزيز اخر 30 سنه يبقى جيل اخير من القرن العشرين، زي ما قلت من شويه اواخر القرن العشرين لان انا في التسعينات، الربع الاخير من القرن العشرين، النص الثاني من القرن العشرين، ظهرت بوضوح مصطلح قوي الا وهو العولمه بشقيه اللي هو الاقتصادي والاجتماعي. طيب ايه هي العولمه يا مستر؟ عمليه تغير الانماط والنظم الاقتصاديه والاجتماعيه التي تقوم بها الدول الاكبر. عارف انت انا بقدر اشبه العولمه بقانون الغابه، البقاء للاقوى. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا بقول الدوله القويه تلتهم مقدرات وتلتهم سياسه وتلتهم اقتصاد وتلتهم الدوله الايه الاقل. تمام. طيب يبقى قضايا الامن المائي والامن الغذائي، قضايا الطاقه. عارف انت كلمه الامن المائي والامن الغذائي اللي سبق شرحهم في الصف الثاني الثانوي مع جغرافيا التنميه. طيب يعني انت تقدر تقول القضايا اللي بتقابلها العالم النهارده معظمها ترتبط بالثلاث قضايا. وعلى فكره قضيه الامن المائي من القضايا الخطيره والمهمه جدا جدا جدا، ودايما دايما بنسمع قيادتنا السياسيه لما بتتكلم عن قضيه الامن المائي بتوليها اهتمام قوي. المنظمات الدوليه والاقليميه، ركز معايا على الترتيب، دوليه امم متحده، اقليميه جامعه الدول العربيه، وهناك امثله اخرى للدوليه زي عدم الانحياز، وهناك امثله اخرى للاقليميه زي مثلا منظمه الاتحاد الافريقي. يعني خلي بالك، خلي عقلك واسع وفكر بمنتهى الايجابيه. اثر التدخلات العسكريه وغيرها. اذا النظام العالمي وما ينتج عنه من متغيرات هو النظام، هو فكره تقدر من خلالها تطبق على المجالات الحديثه. يبقى انا ليه قلت ان خمس مجالات في القديمه والحديثه؟ لان هناك عامل مشترك الا وهو عامل الدوله، نفس الدراسه قديما وحديثا. طيب ندخل بعد كده على آخر جزئية في الدرس، بس نسمع تعقيب مستر عزيز بسرعة على الجزء اللي فات. تفضل مستر عزيز. في هنا بعض المفردات اللي فعلا انتبه إليها جدا في مجالات الجغرافيا السياسية حديثة. مستر أيمن أشار إلى اشتراك النظام العالمي الجديد والعولمة، لفظين منتشرين على خريطة العالم ارتبطوا بفكرة ايه يا شباب؟ الهيمنة والسيطرة. عاوز اقول لحضرتك زي ما مستر ايمن تفضل مشكورا، ان جميع المنظمات الدولية والاقليمية على خريطة العالم تدخل ضمن مجال النظام العالمي الجديد. تتحط في شكل سؤال يا مستر؟ اه طبعا. يتقال مثلا كمثال، يقول لي ايه؟ تصنف السوق الاوروبية المشتركة من التجمعات، شوف اللفظ، تصنف السوق الأوروبية المشتركة من التجمعات الاقتصادية العالمية، العسكرية العالمية، العسكرية الإقليمية، الاقتصادية الإقليمية. الاقتصادية الإقليمية. طيب رد برضو على سؤال على الشات، ما الفرق بين كلمة استاتيكي وديناميكي؟ عارف زمايلك اللي في علم الرياضة بيدرسوا رياضة يعني بحتة ورياضة تطبيقية، لو سألته هيقولك ان الاستاتيكا هو علم السكون والديناميكا هو علم الحركة. فكلمة استاتيكي يعني الشيء الثابت اللي ما بتغيرش، الفكر اللي ما بتغيرش. كلمة ديناميكي شيء متغير. فلما نقول ان خريطة العالم السياسية تتميز بالديناميكية اي تتميز بالتغير. لما نقول علم الجغرافيا السياسية علم استاتيكي يعني قواعده ما بتتغيرش، قواعد العلم. اه في متغيرات، في متغيرات ممكن تأثر، لكن القاعدة ثابتة يا مستر عزيز. يبقى إذا هنا في فرق بين كلمة ديناميكي وكلمة استاتيكي. نقول الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة. خليك معايا بقى عشان تعرف ان الدرس ده حضرتك درسته ثلاث مرات. صحيح. الدرس التمهيدي في الصف الاول الثانوي كنت بتدرس التقنيات الحديثه في علم الجغرافيا في ادوات الجغرافيا. طيب
الدرس الثاني في الوحدة الأولى في جغرافيا التنمية درست التقنيات الحديثة وأثرها في التنمية في ثلاث مجالات: البيئة والاقتصاد والبشرية. وهنا وصلت انك بقيت طالب ثانوية عامة وبتدرس جغرافيا سياسية وجالك الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة. ولو هدرس اي علم الجغرافيا والتقنيات الحديثة، التقنيات الحديثة النهاردة علم لا غنى عنه، احنا ماشيين بالتقنيات الحديثة. النهاردة لما تتفرج، يعني احنا مش بنعمل دعاية، بس لما تشوف كل العربيات اللي نازلة موديل 2021 2022 بيبقى فيها شاشة قدام حضرتك كده اللي هي عليها جي بي اس وعليها نظم معلومات متقدمة، بتعرف يعني كل حاجة على العربية وانت ماشي. فاهمين الكلام؟ مستر عزيز زرع لنا هنا ثلاث زرعات جميلة جدا جدا، بيقول لي ايه؟ الجغرافيا السياسية والتقنيات. هي ايه التقنيات الحديثة الأول؟ طبعا التطور المعرفي والتكنولوجي أثر أو ألقى بظلاله على الجغرافيا السياسية. أنا مش عاوز حد كمان شوية على الشات يقول لي يعني إيه ألقى بظلاله على الجغرافيا السياسية؟ يعني أقصد إيه؟ أقصد إن التقنيات الحديثة زي ما فادت كل العلوم أفادت الجغرافيا السياسية. بص كده مستر عزيز قال ايه؟ كغيرها من العلوم الاخرى. انا مش في معزل عن العلوم، انا بقول ان الجغرافيا السياسيه زيها زي اي علم بيستفيد بالتقدم اللي موجود حاليا. طيب تعالوا بقى يا باشا كده وركز معايا، ما اجي اقول لحضرتك اثر التطور المعرفي، انا عندي دور التقنيات الحديثه ايه؟ الاستشعار عن بعد او من بعد، الاستشعار من بعد، تطور وسائل الاتصالات السلكيه واللاسلكيه، الاتصالات السلكيه التليفون اللي في البيت اللي شغال بالكابل، اللاسلكيه الموبايل اللي في ايدك، ابسط حاجه يعني، وتكنولوجيا المعلومات، ثم نظم المعلومات الجغرافيه. ار اس اللي هو الاستشعار عن بعد، جي اي اس نظم المعلومات الجغرافيه. تعالوا نبدا بالاستشعار من بعد، هو علم الحصول على قياسات بواسطه اجهزه ومستشعرات لا تلامس سطح الارض من وسائل عده وهي التصوير الجوي والفضائي. الجوي بواسطة طيارات بتطير على ارتفاعات منخفضة بتصور الكرة الأرضية بطريقة معينة. الفضائي اللي هو بالقمر الصناعي زي ما خدتها السنة اللي فاتت اللي هو جي بي اس، ال 24 قمر اللي بيدورهم في أفلاك حوالين الكرة الأرضية. طيب أنا في الجغرافيا السياسية أستفيد منهم بإيه؟ هفتكر الاستفادة اللي أنا خدتها لك في أولى سنة وكانوا كتير قوي وكنت تايه، أنت لسه دماغك صغيرة يعني إيه؟ لسه الموضوع بالنسبة لك شديد شوية. طب أنا بقى هدرس جغرافيا سياسية. النهارده الجي بي اس او هنقول الاستشعار من بعد او هنقول وسائل التكنولوجيا الحديثه هتفيدني في ايه؟ الحدود السياسيه بين الدول. وانا قاعد لو دخلت على جوجل ايرث واستخدمت القمر الصناعي هيجيب لك نقط الحدود اللي ما بين الدول، المدن الحدوديه اللي ما بين الدول. الممرات الملاحيه والمياه الاقليميه للدول. الممرات الملاحيه والمياه الاقليميه للدول. مناطق النزاعات بين الدول. وهنا برضو هرجع تاني واكد عشان نرد مره تانيه وتالته ورابعه على الطالب اللي بيقول لي الدرس التمهيدي يا مستر مش مهم، لا مهم جدا جدا جدا، عشان هنجيب لك سؤال دلوقتي ظهر بقوه اللي هو بتاع بحر الشمال يا مستر عايز، وانت فاكر انت فاهم انا اقصد ايه دلوقتي في الكلام، بيوضح لي فكره ازاي افرق ما بين الاستشعار عن بعد وما بين اللي هو نظم المعلومات الجغرافيه. لو قلت تحديد، لو قلت قياس، يعني كلمة تحديد، كلمة قياس، يبقى حضرتك تقصد هنا على طول استشعار استشعار عن بعد. يعني لو قال لي تحديد ماشي، لو قال لي قياس، لكن اتخاذ قرار، لكن تقسيمة قرار، تبقى أنت تقصد نظم معلومات جغرافية. ودي كانت من الحاجات اللي ميزت أبنائنا طلبة يعني المنصة في العام السابق. طيب يبقى الاستشعار عن بعد بنعرف في ايه بقى يا حلوين؟ الحدود السياسيه بين الدول، الممرات الملاحيه والمياه الاقليميه للدول، مناطق النزاعات بين الدول، وما اكثر النزاعات السياسيه على مناطق الحدود، وما اكثر النزاعات على مناطق الحدود. طيب الجزء الثاني تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمام، تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هنا يا مستر عزيز عاوزك تشاور لي على كلمة واحدة هتلخص لي الموضوع حضرتك جريت عليها وهي القرية الكونية. ايه بقى قصة القرية الكونية؟ التطور الهائل في وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أثر على العالم، أصبح العالم وحدة واحدة ما يعرف بالقرية الكونية.
بمنتهى البساطة وبالهزار، حضرتك بريموت صغير بتقعد تتفرج على ابننا محمد صلاح وهو بيلعب فين؟ في انجلترا هناك. انت تقصد ايه؟ تدفق لسرعة تدفق المعلومات والبيانات عبر حدود الدول. استفاد علم الجغرافيا السياسية كغيره من العلوم من تطور تكنولوجيا المعلومات. تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية مهم جدا 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 جدا. يعني القرية الكونية يا مستر، ما معنى كلمة قرية كونية؟ يعني العالم كله قرية صغيرة. يعني ايه؟ يحضرني معلومة بيئية قالها أحد العلماء في يعني الصين أو في الولايات المتحدة. شوف أنت قلت لي الصين والولايات المتحدة، ركز معايا. فاكرها يا مستر عزيز؟ لو أن سيدة في الصين حركت مروحة يدها لتحركت أوراق الأشجار في تكساس اللي هي ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن نعيش في عالم يعتبر كالقرية الصغيرة. طيب نيجي للنقطة الأخيرة بالنسبة لنا، نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية GIS Geographic Information System تعد نظم المعلومات الجغرافية إضافة هائلة لمختلف العلوم، مش الجغرافيا السياسية بس خاصة الجغرافيا السياسية. طب ليه؟ لأن من خلالها توفر كافة البيانات والمعلومات الرقمية، تمام؟ ديجيتال، معلومات رقمية عن الموارد، عن الموارد الطبيعية، عن الموارد البشرية، استخدامات الأرض، افتكر معايا اللاند يوز واللاند كفر اللي كنا بنستخدمهم في التنمية الاقتصادية، مما يساعد على التعرف على مدى قوة الدول. بوفر خرائط حديثة ودقيقة، خلي بالك من كلمة حديثة ودقيقة، مساعدة متخذ القرار. بعد إذنك يا مستر عزيز، خد بقى يعني زي ما أنت عاوز تاخد إشارات وعلامات على كلمة مساعدة متخذ القرار، خد يعني مساعدة متخذ القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة. احنا بنقدر نقول مش تعصبا لعلم الجغرافيا عشان احنا جغرافيين انا ومستر عزيز وزمايلنا مدرسي الجغرافيا على مستوى الجمهورية، انما النهضة الكبيرة اللي بتشهدها مصر حاليا للجغرافيا دور هام فيها. يعني انا هقول لحضرتك حاجة، يعني عندي ايه من حوالي 30-40 سنة، من 40 سنة بالظبط كانت ايه الاختناقات المرية في القاهرة، خلاص هنعمل طريق اسمه طريق الدقالي. طيب النهاردة القاهرة عدت الطريق الدائري، نعمل دائري إقليمي يضم المحافظات اللي حوالين القاهرة. بعيد قوي يا مستر، تقوم الجغرافيا تعمل لي دائري أوسطي. طب بعاد عن بعض يا مستر، نقوم نعمل محاور. مين فكر؟ مين اتخذ القرارات؟ القيادة السياسية، القرارات الاقتصادية، بس باتخاذ إيه؟ بس باستخدام علم الجغرافيا. الله، شوف مستر عزيز إيه شاور لي على إيه؟ مساعدة متخذ القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة اعتماداً على البيانات الدقيقة والتفصيلية المستمدة من نظم المعلومات الجغرافية. كلنا بلا استثناء شايل في موبايلك نظم معلومات جغرافية. حضرتك تقدر تفهم كلمة نظم معلومات جغرافية بمنتهى البساطة، إن أنت هفكرك بالتعريف يا مستر عزيز. إيه هو نظم المعلومات الجغرافية؟ هو نظام معلوماتي، تمام؟ هو نظام معلوماتي اتصمم لإدخال بيانات، تخزين بيانات، استرجاع البيانات، معالجة البيانات، إعداد قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات. شوف بقى ركز معايا كده، يبقى أنا جبت من آخر تعريف نظم المعلومات النقطة الثالثة اللي مستر عزيز ظللها لي بالكامل وقال لي مساعدة متخذ القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة. هنا بيحضرني سؤال في الامتحان التجريبي الثاني السنة اللي فاتت، اللي هو كان ازاي نقسم الايه الموارد بعد ظهورها، بعد ظهور الموارد في بحر الشمال، اتقسمت عن طريق نظم المعلومات الايه الجغرافية. اتفضل يا مستر عزيز. يعني اذا نستنتج مع اولادنا الاعزاء في فقرات كده دقيقة يا مستر ايمن، اذا بدأ السؤال بعملية المراقبة زي ما حضرتك وضحت او التتبع، يشتغل على الاستشعار من بعد. إذا بدأ يتكلم على عمليات التعمير والمتابعة ورسم الخرائط، يشتغل على نظم المعلومات، متابعة أحداث جارية، تكنولوجيا المعلومات. الأمر بسيط جدا جدا بالنسبة لطلابنا. مستر أيمن، نبدأ حضرتك تجاوب الشات على الطلبة، ايه الاسئله اللي كاتبينها؟ تفضل. مشكورا. احنا عاملين لحضرتك ولادي مجموعه كبيره من الاسئله بالنسبه لحضراتكم، اتمنى الاسئله دي من فضلكم تحلوها.
لما تيجي تدور على سؤال دور على القنوات الشرعية، بنك المعرفة، منصة البث المباشر، القنوات التعليمية المعتمدة، القنوات التعليمية المعتمدة اللي هي متراجعة من قبل مكتب مستشاري المواد في كل المواد. فطبعا ده اللي تقدر تحصل منه على أسئلة تقدر تقول عليها هي اللي بتقيس النواتج بتاعة التعلم اللي هتقدر تستخدمها في كل المواد. اتفضل مستر عزيز. شكرا جدا يا مستر أيمن. في الحقيقة أتوجه بكامل الشكر والتقدير لطلابنا الأعزاء على حسن الإنصات. بانتهاء هذه الحلقة نكون انتهينا من الدرس التمهيدي لمادة الجغرافيا السياسية طلبة الصف الثالث الثانوي. لكم منا كل خير وسلام، نلتقي بإذن الله ونبدأ على بركة الله الوحدة الأولى الدرس الأول الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.